نحكيو على شمس الدين باشا ديرنييرمون ظهر في برنامج ديما لاباس معنا وفي الورتاني الكلام اللي قالوا شمس الدين باشا بخصوص الفنانين من غير ما نعاودوه. انت نجلة شفنا زازا كيفاش ردت عليه وقالت ما نحبش نجيبه لكن السيد هذاك ما نخدمش معاه عمل لها برشا خايب جبد عليك انت زاد كيف كيف نجلة حق الرد. اش باش نقول لك هو انت تو شنو قدمتني سامحني انا شنو قدمتني تو من الاول نجلة التونسية اي فنانة الاستعراضية باهي قدموش هو كيفاش قدموا نوفل قدموا الفنان الاستعراضي لا قدموا سلطان الطرب لا قدموا امير الطرب وانا باش نجاوبو تو على اللي هو قالوا مثلا على موسيقيا ولا مانيش كيف كيف انا فنانة استعراضية وهو فنان استعراضي هذه حاجة حاجة اخرى يقول زاد هو لرينا في مهرجان كارتاج لرينا في مهرجان بنزرت معناه يقول خير منا في شنوة مرينا هوش له لطفي بوشنيق وليو حسن الدهميني يا رحمه لكن باش يقولوا انه شمس الدين باشا عنده صوت مزيان خاصه في الطربي صوته في النهايه ما قلنا صوته مش مزيان نغني وزوز في العروسات الزوز نغني في العروسات وفي الرستورونات انت تعمل جو وتشتح وانا مراه نعمل جو ونشتح معنيها انا بطبيعتي لا طلعت لا قلت لاني نجوى كرم ولاني امينه فاخت انا من اصلي قلت انا نادي ونعمل استعراض ونعمل جو في العروسات العباد هذيا هما يحبوا الجو اللي انت زاد كيف كيف تعمل فيه اما انت باش تطلع تتزايد حاجه اخرى انا لنغني راغب علامه واحترامي للنجم راغب علامه ولنغني الهيفا وهبي انا نغني انتاجاتي وخدمتي ونغني من التراث التونسي اللي نعمله انت سامحني شنو عندك طلعت على الموتور وهبطت على الموتور نفسها الاغنيه اللي تغني فيها طول عمرك عندكش انتاجات عندكش كليبات انت باش تحكي صوتك مزيان صوتك باهي اي صوتك باهي ما مش وقفت عندك راه صوتك باهي والفنان باخلاقه قبل صوته يقول مانيش كيف كيف بيان سور مانيش كيف كيف وما نتمناش نكونوا كيف كيف انا رسميلي في الاخر الكلام اللي انت قلته لي اللي الفنانين يقولوا محلية الدنيا اخلاق قبل كل شيء مش انت تقول موال ومن بعد انا اللي يقول فلان قطع لي رزقي نهز الدعاء ورايا انا عندي بنتي ممكن هو براسه ما عنده حد انا عندي بنتي عندي عائلتي قطع ارزاق شمس الدين باشا بيان سور انا شنو مشكلتي معانا طلعت قلت قطع لي رزقي بالكش انا طلعت قلت والله يقول موال خير مني عليه خاف منك يا بنتي هو مريض هو انسان مريض هو مع العباد الكل هما ناش نفس المجال معناها نقولوا محمد جبالي مصطفى الدلاجي امنه فاخر هيلا نور زازا بالكش الكلنا نجري وراه وهو الكل خايف منه هو هكاك انت حر انا ما نحبش النفاق تقطع لي رزقي من ورايا وتجي في وجهي تقول لي اهلا نجله خويا خلي عندك اهلا نجله هذا الكلام انا اللي هذا اللي انا قلته في اي اف ام قبل مع زميلك هذا هو الكلام اللي قلته انا راه قلت هذا انا ما نحبش وقفت تطلع انت تقول انا ما نعرفهاش مانيش كيف نقول لك يا بابا انت فنانه استعراضي وانا فنانه استعراضيه وتقول ان شاء الله وانا الحق بصراحه ما حبيتش هذا باش نقول هي باش تعمل برنامج تعمل برنامج تطلع تحكي فيه في التلفزه وقت اللي انا نطلع في الام بي سي وفي الال بي سي انت يا بابا باب التلفزه ما تعرفوش انت وقت اللي انا نطلع في التلفزه انت ما تعرفوش التلفزه ما تعرفيش وقتاش عرفتها التلفزه باش انا توا يجيبوني باش نجاوب عليك وكل حرب ندخل لها خاسرين الناس وندخل انا حرب مع روحك انت تحب تشابط اخدم على روحك صوتك باهي مش باهي لروحك عملت مع الناس الباهي مش باهي لروحك اما انا نحب نقول لك انت فنان استعراضي انا فنانه استعراضيه لك سلطان الطرب ولا على راسك ريشه بالعكس انا نغني انتاجاتي وخدمتي والتراث التونسي اللي العباد الكل تغني فيه بوشناق يطلع يغني في كارتاج العباد الكل تغني فيه معناها انت توا كالمزايدات اللي فلان انا خير من فلان والفنانين الكل يغيروا مني والفنانين الكل يحبوا